السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدولي المغربي الهداف والقناص يوسف النصري مع فريق إشبيليه ضد فريق بي إس أندهوفن بطولة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات للجولة الثانية. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلوكك جديد، ونبدأ على بركة الله في التفاصيل والتعرف على تقييمه وتحليل أدائه والتحدث على إحصائية النصري في لقاء اليوم. يوسف النصري شارك أساسي بعد العودة من الإصابة ولعب 90 دقيقة بالتمام والكمال، سجل الهدف الثاني لفريقه في الشوط الثاني، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تحصل على تقييم 7.5 كثاني أعلى تقييم في فريق إشبيلية. إحصائية كالآتي: سدد 4 تسديدات، واحدة كانت مؤطرة وهي الهدف الذي سجله، 3 تسديدات كانت غير مؤطرة، واحدة ارتطمت في القائم في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، أضع فرصة واحدة وهي التي ارتطمت في القائم، لم يصنع أي فرصة. نسبة التمريرات وصل إلى 57%، نسبة المراوغات بنسبة 50%، لمس الكرة 22 مرة فقط عند الدقيقة التي لعبها. اليوم النصري كان أداؤه الهجومي رائع وقدم مردود جيد على المستوى الهجومي، لكن الشيء المطروح هو أن يلمس الكرة 22 مرة في 90 دقيقة. دائما ما أسأل أن النصري لا يلمس الكرة كثيرا في اللقاء، لا يشارك في اللعب، بل يعتمد على تمركزه داخل منطقة الجزاء، ليس بمهاجم عصري في الوقت الراهن، لكن على العموم بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي من ناحية التهديف ويسجل الهدف الثالث له هذا الموسم مع فريق إشبيلية في جميع المسابقات. أداء رائع على المستوى الهجومي، لكن تبقى التساؤل المطروح هو أداء نصيري من ناحية المجموعة ومن ناحية المساهمة في لعب الكرة أكثر. كما قلت 22 مرة لمس الكرة فقط 22 مرة عند الدقيقة التي لعبها. على العموم مباراة كبيرة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في القادم، وسجل هدف رائع في الشوط الثاني، وهذا هو كل شيء مدينة، وإلى اللقاء.